كذلك السبب الثالث من أسباب الخوف منه جل جلاله التفريط في جنبه، فما منا أحد إلا وهو يتذكر كثيرا من المعاصي وكثيرا من الأوهام وكثيرا من الوساوس والظنون وكثيرا من إساءة الظن بالرب جل جلاله. فرطنا في جنب الله بالمعاصي، فرطنا في جنب الله بالأيام والليالي والشهور والسنوات التي تمر ولم نعبده فيها، فرطنا في جنب الله بعدم تقييد نعمه التي لا تحصى وقيدها شكرها، فرطنا في جنب الله بالتقصير في تعلم ما أرسل به الرسل وأقام به الحجة، فرطنا في جنب الله في ترك الطاعات التي دعانا إلى التنافس فيها وشرع لنا المسارعة إليها وقال فاستبقوا الخيرات وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فرطنا في جنب الله كذلك بكثير من الوساوس والأوهام، في كثير من الأحيان يفكر الإنسان فيما لم يبلغه من المعاصي وما لم يقدر عليه، في كثير من الأحيان يفكر كذلك تفكيرا لا يليق بجلال الله جل جلاله بالتجسيم والأوهام وغير ذلك من الظنون. فرطنا في جنب الله فيما يتعلق بظن السوء به، فظن السوء هو أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يهمل شيئا من خلقه أو لم يقدره، فقد كتب كل شيء كل ما هو كائن ورفعت الأقلام وجفت الصحف وكل ذلك عنده في الصحف التي فوق عرشه لا يتغير شيء عما أراد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا التفريط في جنب الله الذي نستشعره جميعا، وما منا أحد إلا وقد نسي كثيرا من سيئاته وآثامه ولا يتذكرها إلا عندما تعرض عليه صحائفه، عندما يؤتى به كما خلق حافيا عاريا أغرل ليس معه شفيع وليس بينه وبين أحد علاقة ولا نسب وليس بينه وبين أحد وساطة، يأتي يجادل عن نفسه لا يجد محاميا ولا مدافعا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل ذلك يقتضي منا أن نتذكر تفريطنا في جنب الله وأنه يقتضي منا خشية الله وخوفه.